دلوقتي واقفين عند مغطس التعقيم، ودي كانت الحدود اللي نقدر نوصل لها نظرا للاجراءات الصارمه اللي متبعه لوقايه المزرعه من الداخل. احنا ضيفنا دلوقتي المهندس فهمي كشمير، مدير الانتاج بالمحطه. بنرحب بحضرتك في البدايه يا باشمهندس. مرحبا. زي ما انا بشكر ان دي كانت الحدود اللي احنا نقدر نوصل لها، بعد كده دي منطقه معزوله، يعني عايزك تكلمنا عن الاجراءات المتبعه فيها. هو الغرض بس من العزل اللي احنا عاملينه هنا، لان حضرتك عارف احنا بنحارب عدو احنا مش شايفينه، اللي هو عباره عن الميكروبات والفيروسات والفطريات والكلام ده، تمام؟ فالمفترض اي حد بيخش داخل المنطقه الانتاجيه لازم نكون متاكدين ان هو بتاخد منه عين الدم عشان يتعمل له تحليل فيدال، ما فيش سالمونيلا او حاجه، لان دي من ضمن الامراض المشتركه ما بيننا وبين الفراخ، بين الانسان والفراخ، تمام؟ بيتم زي ما حضرتك شايف الناس بتنزل المغطس، يعني بتاخد تعقيم كامل، تنزل تاخد شاور في الدش اللي ورايا، يعني قبل المغطس ده حتى هو بيبقى عليه كشف صحي وعليه تحاليل طبيه، ودانه قاعد في فتره حجر صحي في العماره لحد لما عينه بتاعته بتظهر. اول ما تظهر العينه بتاعته فري فبيجي يدخل، تمام؟ بيعدي المغطس هنا، بياخد الشاور لحد ما يدخل جوه، تمام؟ طبعا اي معده جوه او اي كائن حي، الميه، العلف، الهواء في حد ذاته، خدت بال حضرتك؟ كل الحاجات دي بتخضع لاجراءات تعقيم صارمه جدا، تمام؟ الهواء طبعا من خلال مجموعه من الفلاتر، العلف بيتعقم في المصنع قبل ما يجي لنا، العلف بيصنع مخصوص لهذه، مخصوص في مصنع تابع للمزرعه، تمام؟ بيتعمل علف مخصوص مخالف للعلف اللي هو متداول في الاسواق اللي بره، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه برضو للميه برضو بيتم تعقيمها على مراحل بفلاتر، واخيرا بالاشعه اللي هي فوق بنفسجيه عشان نضمن ان هي خاليه من جميع الفطريات او الميكروبات، واخد بالك؟ طبعا دي اسمها مرحله تعقيم اوليه للافراد اللي هم داخلين المنطقه الانتاجيه. في مرحله تعقيم ثانيه للافراد اللي هي بتخش تتعامل مع القطيع معامله مباشره، العاملين اساسا بالمحطه. بالظبط. ده بيبقى فيه عباره عن قبل ما يدخل العنبر بتاع الدواجن بتاعه في شاور تاني بيخش بياخده بمطهر، عشان برضو لان مجرد ما هو مشي من هنا للعنبر الهواء المحيط ده طبعا زي ما حضرتك فاهم في نسب بكتيريا وفيروسات وميكروبات عاليه واتربه وحاجات زي كده، تمام؟ فلازم اضمن ان انا اعقمه تاني قبل ما يخش العنبر، واخد بال حضرتك؟ فبياخد شاور تاني بمطهرات تانيه بحيث ان هو انا ضامن ان الانسان اللي داخل جوه العنبر متعقم تمام. يعني احنا شفنا النهارده ان في الخارج الجو فيه اتربه وفيه عفار. عايز اتكلم عن العنبر، الاغلاق والتهويه داخل العنبر بيبقى شكلها ازاي؟ هو العنبر بالنسبه لدوره الهواء تحديدا، عشان الهواء ده بيبقى فيه محمل باتربه، محمل ببكتيريا او فيروسات او ميكروبات او اي مسبب مرض ان كان، فالهواء بيعدي من خلال مجموعه من الفلاتر بتنقي الهواء تدريجي، بدءا في حاجه اسمها بري فلتر، ده بينقي الهواء من الشوائب والاتربه اللي موجوده فيه، وبعدين البوكت فلتر اللي هو بينقي الهواء من الحبيبات الدقيقه بتاعه الاتربه والكلام ده اللي هي الصغيره، وبعد كده في حاجه اسمها الهيبه فلتر، الهيبه فلتر ده اللي هو الاساسي عندي في تنقيه الهواء من البكتيريا والفيروسات، لان القطر بتاعه، القطر بتاع الهيبه فلتر مصمم بحيث ان هو ما يعديش قطر الفيروس اللي هو بيقاس بالمايكرون، واخد بال حضرتك؟ وكل دوام بيعدي من خلال مجموعه الفلاتر دي عشان يخش العنبر، ولازم انا اضمن ان بيئه العنبر اللي هي مغلقه تماما ما فيش فيها اي نوع من انواع الفتحات، لازم اضمن ان هي تكون تحت ضغط جوي موجب، بمعنى ان ضغط الهواء داخل العنبر اعلى من ضغط الهواء خارج العنبر. دوام بيضمن لنا حاجات كتير. اولا انا لما بنيجي مثلا حد يدخل او حد يطلع، مجرد فتحه الباب دي ممكن في هواء يدخل، لكن لما يبقى الضغط جوه موجب فالهواء يطلع من داخل العنبر الى خارج العنبر، ما في يطرب. بالظبط. فما فيش حاجه امكانيه من الهواء ان هو يدخل تاني جوه العنبر. ده بالنسبه لدوره الهواء. بالنسبه لتعقيم الميه، في عندنا محطه ميه هنا بيتم التعقيم فيها، بتنقى من الاملاح وبتنقى من الميكروبات فيها من خلال مجموعه من الفلاتر الموجوده، واخيرا في بتعدي الميه على اشعه فوق بنفسجيه عشان تقوم بتعقيم الميه تماما من
كافه البكتيريا او الفيروسات او المسببات المرضيه الموجوده في الميه. كده احنا يعني بعون الله المزرعه تعتبر مؤمنه ضد الميكروبات وضد اي فيروسات ممكن تدخل. عايزين نتكلم عن المعاملات اللي بتتم مع الفراخ نفسها جوه. تمام، هي المعاملات اللي بتتم مع الفراخ جوه يعتبر طبعا البيئه بتاعه الفراخ في العنبر جوه زي ما حضرتك او زي ما قلنا قبل كده انها تعتبر بيئه مثاليه جدا للفرخه. بيتم التحكم في الهواء او كميات الهواء اللي داخله ليها، بيتم التحكم في درجات الحراره، بيتم التحكم في درجات الرطوبه، بيتم التحكم في كافه شيء، وكل ده من خلال منظومه كمبيوتر معموله مخصوص لمزارع الاس بي اف. يعني ما اعتقدش في ليها مثيل بره في المزارع التجاريه. تمام، ده كل دوت لان انا في العنابر او في مراعاه القطعان الدواجن بصفه خاصه عندي في المزرعه هنا تحديدا، يعني ما بيضافش اي نوع من انواع زي ما بنشوف بره تحصينات او ادويه او مضادات حيويه او الكلام ده كله، ده لا يضاف تماما لان انا كده اوريدي ضامن ان البيئه اللي محطوط فيها الفراخ دي بيئه نقيه ومتعقمه. بيتعقم الانسان قبل ما يدخل يراعي القطيع، بيتعقم الميه، بيتعقم الهواء، بيتعقم اي معده حتى بتدخل جوه العنبر، بتخضع لاجراءات تعقيم صارمه بحيث ان انا اضمن ان انا ما انقلش اي فيروس او اي بكتيريا جوه داخل العنبر. الفراخ دي نفسها يعني تعتبر اورجانيك؟ الفراخ دي سلاله كانت استنبطتها شركه لوهمان، وهو بالمناسبه المشروع هنا كان معمول بالتنسيق مع وزاره الزراعه بشركه لوهمان العالميه موجوده في المانيا. تمام، دي سلاله كان مستنبطه من خلال شركه لوهمان، اللي هو الفرخه في حد ذاتها خاليه من اي مسبب مرضي عشان تنزل البيضه اللي هي ما فيهاش اي مسبب مرضي. لان طبعا زي ما حضرتك عارف الفرخه لو فيها مرض او لو فيها نقص في اي عناصر او الكلام ده كل ده بينعكس على الجنين اللي موجود في البيضه. يعني ايضا هي ما بتتناولش تطعيمات او ما بتتناولش فيتامينات كده. لو في تطعيمات او في مضادات حيويه او ادويه يبقى احنا كده خرجنا بره نطاق الاس بي اف تماما، بقينا يعني اكنك مزرعه دواجن عاديه. لان هو الغرض اصلا من استخدام البيضه انها بتستخدم في انتاج امصال ولقاحات، بمعنى ان في الاول كان الامصال واللقاحات دي بتنتج من خلال حيوانات التجارب زي الخيل، الخنازير، الفئران. فلما الطلب زاد والحاجات دي غاليه فاقتصاديا بداوا يدوروا على منتج تاني بحيث ان هو يكون فيه صفه الوفره وفي نفس الوقت رخيص الثمن. فشركه لوهمان ابتكرت من ضمن السلاله بتاعتها من سلالات الدواجن اللي عندهم الفراخ دي بحيث ان هي بقت ضامنه ان هي خاليه من اي ميكروب او مسبب مرضي عشان تديني البيضه دي، لان البيضه دي لا خاليه من اي ميكروب او مسبب مرضي بتستخدم في انتاج الامصال واللقاحات دي، عوضا عن الحيوانات التجارب الثانيه لان فيها صفه الوفره وفي نفس الوقت سعرها رخيص. احنا بطبيعه الحال مش هنقدر ندخل معاك العنبر عشان اجراءات الوقايه، ولكن هنسيب الكاميرا تدخل تسجل وتنقل لنا الصوره اللي موجوده في العنبر.